السلام عليكم، صبحكم الله بالخير من العاصمة الفيتنامية هانوي. ترك الملابس عند هالمحل قبل يومين يغسلونه، وهنا ميزة الغسل بالكيلو، يعني يزلك الملابس تشوف كم وزنه، والكيلو تقريبا بسعر دولار واحد. قلب مدينة هانوي هي هذه البحيرة اسمها هون كيم، والمنطقة هذه قديما كانت تجارية ويتصل بالبحيرة تقريبا 36 جادة أو طريق. هذه الجواد عندهم تبدأ بكلمة هان وتعني بلغتهم سلعة، سلعة الفواكه، سلعة الفحم، سلعة الوزن وهكذا. هذا التخصيص كان قديما، الآن الشوارع منوعة، هذا يبيع ألعاب وهذا ملابس وهذا مطعم وهذا كافي وإلى آخره. ومن خلال التجارة والتجار وصل الإسلام إلى فيتنام، وهذا مسجد النور في الحي القديم في العاصمة هانوي. ما شاء الله تبارك الله. مسجد عمره 116 سنة مثل ما هو مكتوب هنا، عام 1323 هجري، وعلى حد قولهم اللي بناهم إخواننا من الهند وباكستان، وعلى حد قولهم أنه هو المسجد الوحيد في العاصمة هانوي، ويصلي فيه أكثر شيء يوم الجمعة عدد 100 شخص فقط، وأظن أنه في مسجد آخر يبنى أو سيبنى. التجار المسلمين قديما كانوا أمينين وصادقين بالتعامل سواء مع المسلمين أو غير المسلمين، وهذا التعامل الجيد جعل كثير من الأقوام تدخل الإسلام. نفس هذه الطريقة دخل الإسلام إلى الفيتنام، أسلم قوم للشامبا، وهؤلاء القوم لهم إمارة خاصة كانت تحكم في جنوب البلاد، أعتقد أنها مطلة على ماليزيا. بحكم وجود الشام في جنوب البلاد انتشر الإسلام هناك، ولكن بنسبة بسيطة، بحكم أنهم مضطهدين من البوذا اللي كانوا يحكمون، وفيما بعد حكم الفرنسيين اللي نشروا النصرانية بقوة في هذه البلاد حتى وصلت نسبتهم اليوم أعتقد إلى 35%. وكان المسلمين مضطهدين في كل الأحوال، وكان أشد وقت للاضطهاد هو حينما انتصر هوتشيمنا وهؤلاء القوم الشيوعيين وحكموا البلاد، فأغلقوا كثيرا من المساجد أو حولت إلى مخازن وغيرها. الصلاة صعبة في أيام الشيوعية، حتى صلاة الجمعة كانوا يطلبون تصريح يسجل فيه عدد المصلين وأسماءهم، ثم الحكومة الشيوعية تتابعهم، وأنشأوا عدد كبير من السجون تزج فيها الألاف من المسلمين بحكم الإصلاح، فسمت هذه السجون مراكز الإصلاح حجة أنهم منحرفين أو أنهم لديهم أفكار وغيرها. المسلمين في الفيتنام أقلية، وأيضا عندهم من المعتقدات الخاطئة الشيء الكثير، نسبتهم 0.1% من إجمالي السكان، مع العلم أن سكان فيتنام حوالي 97 مليون، هذا يعني أن عدد المسلمين تقريبا 97 ألف، تزيد أو تقل فهي أرقام تقديرية. النسبة الأكبر في هذا البلد هم البوذا 44%، النصارى 35%، ثم بعدهم طائفة وثنية تشبه البوذا حوالي 10%، ولكن بشكل عام من الدولة الشيوعية وتحارب الأديان، فكثير منهم غير مؤمن، لا يذهبون إلى المعابد ولا يذهبون إلى الكنائس، فأغلبهم لا دينيين نقدر نسميهم. الشارع كله فنون، وحاطين هذا الدباب، وهذا الدباب يرمز لهذا الشارع اللي هو هانغ فانغ، أول شارع تم فيه تجارة الدبابات. كان حلم الكثير من الفيتناميين الحصول على الدراجة النارية، أو ما نسميه بلهجتنا الدباب أو الموترسايكل أو ما تسمونه بلهجتكم، وكان الحلم أكبر أنه يحصل على طراز هوندا. شارع الفنون هذا فوق مباشرة سكة القطار، والقطار هذا هو اللي يمر وسط الأحياء الشعبية، فتجد المحلات يرفعون بضائعهم حتى يمر هذا القطار. المحلات والبيوت قدامها سكة قطار، وهنا قصين الشبك وحطي لهم طريق. أثر قصة الشبك مو بس عندنا. بسم الله. الله. الحركة نشطة هنا، سواء السيارات أو الدبابات أو التجار والبضائع أو المارة، وإذا جاء وقت موعد وصول القطار الكل يبتعد عن هذه السكة. هذه تسبح بنتها هنا، هذول يطبخون، كلنا عايش حياته. محلين قهوة على اليمين وعلى اليسار، ولوحة المحل في سكة القطار. محلين قهوة بعض الكافيهات هنا لها إطلالة مباشرة على سكة القطار. هذا المحل الثاني المقابل له. طريقة تحظك. طلبنا قهوة البيض المشهورة في فيتنام،
هذا بيض، الآن عسل، خلطونه مع القهوة تطلع من الآخر. الحين تحط خلطة الفانيليا. طبعا هي قهوة تقليدية مشهورة في فيتنام، ويختلف الخلطة من مكان لمكان. خير يحط لك شوكولات. يلا سووا الخلطة دي وجربوا. بالنسبة لي أنا أذوقه لذيذة جدا. وهذه طريقة التقديم، حطينها هنا بموية حارة. في الحي القديم هذا مطعم أرجنتيني عليه تقييم عالي، اللي يحب الستيكات والبرجر. يا جماعة أعتذر منكم، أنا أعطيتكم المقادير وكنت مصور الطريقة على أساس أنها واضحة، بس ما بشغلتي فأسف. البيض لا يطبخ، لأن بعضكم طبخ مع القهوة طلع له هوم لوت كوفي، فالمعذرة. القهوة هي فقط اللي تغلى وهي اللي تصب، مثل المقاطع اللي شفتوها هذيك، خلط الحال والقهوة هي اللي تغلى الحال ثم تصب بالنهاية. اليوم سعدت وتشرفت بلقاء اخوي فيصل الشريف، يا مرحبا. يا مرحبا يا مساء عبد العزيز، اسعد بشوفتك والله، وسعيد انك تظهر بالحساب ايضا. يا حبيبي يا مرحبا يا مساء، الله يحييك يا حبيبي. استمرار ان شاء الله تجينا من موظفين السفاره السعوديه في هانوي. الله يحييك يا رب، ان شاء الله تشرفها باستمرار. بس الله يسعدك حبيبي. الله يسعدك. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اللي بيجرب التاكسي في فيتنام او في الدول الشرق اسيويه يفضل ان يستخدم تطبيق اسمه جراب. أنا ساكن في قلب المدينة هانوي القديمة، وهناك هانوي الحديثة، وبعض الناس يفضل السكن في مثل هذه الأماكن، تعتبر أكثر تطور ورقي. رويال سيتي، هي رويال سيتي مجمعات سكنية والأدوار الأرضية تجارية. بالوسط هنا حديقة ونافورة، وتحتهم أيضا مجمع تجاري. هذه النافورة، ونازل الحين إلى المول الأرضي، وهو أكثر من طابق أيضا، وفيه كثير من الماركات العالمية. هذه قهوة فيتنامية باردة. كثر موضوع القهوة هنا لأنه كثير من المقاهي في هذه الدولة، إضافة إلى أنها تعد ثاني أكثر دولة مصدرة للبن في العالم. هذه قهوة فيتنامية. هذه قهوة القهوة من أهم صادرات فيتنام، وتنافس البرازيل فيها. أيضا هي تصدر الشاي والرز والفلفل الأسود وكثير من المحاصيل الزراعية، وأيضا دولة مصنعة الصناعة الإلكترونية الحديثة المتطورة، وأيضا أعزكم الله مصنعة للأحذية وتنافس العالم في هذا، وسوقها سوق مفتوح مغري للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى السياحة اللي تدخل عليها دخل كبير. التطورات والصناعات رفعت من دخل الفرد الفيتنامي، فتخيلوا قبل 25 إلى 30 سنة كانت من أفقر دول العالم، متوسط دخل الفرد لا يصل $100 بالسنة، اليوم يصل إلى $2000. وسبب الفقر هو الحرب اللي خلفت الدمار، انتهت قبل 43 سنة فقط. عام 1975 اتحدت فيتنام الشمالية مع فيتنام الجنوب. أما قصة الحرب طويلة، خلاصتها أنها حرب بين الشيوعية والرأسمالية. الشيوعية متمثلة بالاتحاد السوفيتي وحلفائهم، والرأسمالية متمثلة بالأمريكان وحلفائهم. أمريكا كانت تخشى أن تنتشر الشيوعية في العالم، وخاصة في آسيا بعدما انتشرت في الصين ثم إلى كوريا الشمالية، فقامت حروب طاحنة، الجنوبية مدعومة من أمريكا والشمالية مدعومة من السوفيت، حتى انفصلت الكوريتين. حتى يومنا هذا انتقلت الحرب إلى أرض فيتنام، شمالية وجنوبية. خريطة فيتنام تظهر على شكل حرف S، هنا الشمالية وهذه الجنوبية. فكان في الشمالية رجل يدعى هوتشي منه. هذا الشخص هو ثوري شيوعي، أسس الحزب في فيتنام الشمالية وأسس الدولة الشمالية، ويعد اليوم بطل قومي لأنه قاوم الاستعمار الفرنسي ثم الياباني ثم الفرنسي مرة أخرى، ثم حارب الأمريكان حتى انتصر عليهم. اليوم هو في صورة العملة الفيتنامية. هذه صورة هوتشي منه على جميع فئات العملة الفيتنامية، ضريحه هنا في هانوي، وأيضا مدينة سايغون حينما سقطت بيد الشماليين حولت إلى اسمه تكريما له. هوتشي من في الشمال مدعوم من الصين والاتحاد السوفيتي، والأمريكان يدعمون الجنوب. استمرت الحرب إلى حوالي 20 سنة، واستخدم فيها أشد وأخطر أنواع الأسلحة. استخدم الأمريكان مواد كيميائية حارقة أثرت على هذه البلاد، أحرقت الأعشاب
وسببت تلوث وأيضا أثرت على الأطفال حينما يولدون مشوهين. وكانت أمريكا تدعي أنها على حق وأنها ناصرة للمظلومين في الجنوب، حتى انتشرت صورة في نهاية الستينات وهو رئيس الشرطة في الجنوب يصوب مسدسه على رأس أحد الثوار الموالين للشمال. فهذه الصورة هزت الرأي العام في أمريكا وبدأت المظاهرات، واستمرت حوالي 4 سنوات حتى انتشرت صورة أخرى التي تعد من أهم أسباب توقف الحرب، وهي طفلة تركض احترق جسدها من المادة الكيميائية التي أحرقها بهم الأمريكان. فهذه الصورة سببت فوضى عارمة في أمريكا حتى اضطروا للانسحاب، وانتهت الحرب بخسارة وهزيمة ساحقة للأمريكان، وهي هزيمة مذلة لهم، ولكنهم شوهوا الصورة وعكسوها في أفلامهم السينمائية. سيرة الحرب طويلة ويصعب اختصارها، وإن شاء الله يكون لنا وقفة معها في الجنوب، لأن في كثير من المواقع تخدم الحديث عن هذه الحرب، ولنا زيارة ولكن ليست هذه المرة، في مرة لاحقة. حاليا في مطار هانوي مغادرا هذه الدولة، ولكن إن شاء الله إذا في وقت قبل الإقلاع أتكلم عن بعض النقاط التي قد تخدم من سيزور هذه الدولة لاحقا. فيتنام بالنسبة للطبيعة والأسعار أعتقد أنها مناسبة سياحيا، وأيضا شعبها لطيف والدولة آمنة بشكل عام وخصوصا في الأماكن السياحية. الأماكن السياحية في البلد وخاصة الطبيعية كثيرة ومنتشرة في البلاد، في الشمال في الوسط في الجنوب. إذا كانت رحلتك قصيرة أسبوع أو أقل أنصحك تستقر في منطقة معينة. بالنسبة لنا فيتنام تحتاج إلى تأشيرة، سعره من السفارة يعتبر عالي، فالأفضل تأخذ عن طريق النت، ولكن مواقع النت كثيرة وبعضها مضروب أو غالية، فالأفضل هو 45 دولار يعطونك الموافقة، هذه الموافقة تطبع وعند الوصول إلى فيتنام تطبع هذه التأشيرة ب 25 دولار أخرى ليصبح المجموع 70 دولار. هذه عملتهم والدولار الواحد وهو الأنسب صرفا من المطار 23250 دونك، وبطاقة الفيزا شغالة ولكن غالبا يأخذون 2% كعمولة بنك. بالنسبة للاتصالات والانترنت أخذت هذا الشريح وكانت أعلاهم سعرا 300 دونج، يعني تقريبا 13 دولار لي 4 جيجا يوميا لمدة 3 أسابيع ولي 50 دقيقة اتصال محلي. باحث عن مطاعم الحلال تجدها في المدن الكبرى، أما القرى والمدن الصغيرة فيكون لديك خيارات الأكل البحري أو النباتي.